مرحبا بكم في الاستماع، رجعنا لكم من جديد. ما زلنا ماصل معكم في سكاندال، اخر فقره في البرنامج باش نحكيو سينما، باش نحكيو سيني سكاندال، نحكيو على فيلم السلطه الخامسه ونرجعوا على قصه ويكيليكس. نحكيو على قصة ويكيليكس والزوز أصحاب اللي عملوا من بلاتفورم زعزعوا بها العالم. يسرى، ما فهمش شكون محكيش على ويكيليكس يسرى، بس معروفة على الأخر. أنت باش تحكي لنا على الفيلم اللي يجسد القصة هذه. أي الفيلم الخامس بوفوار والسلطة الخامسة، طوله 128 دقيقة، هو فيلم أمريكي خرج عام 2013 للمخرج بيل كوندون. الفيلم من بطولة بنديكت كومبربات، دانيال بريول وأنتوني ماكي، ويحكي الفيلم على موقع تسريب الأخبار والوثائق السرية ويكيليكس، واللي أثار ضجة كبيرة وانتشرت شهرته عام 2010 وقت الإبداء بنشر الوثائق العسكرية والدبلوماسية الأمريكية السرية. ويحكي الفيلم على زوز أشخاص يخدموا في الموقع هذا، وهما الصحفي والناشر والناشط الأسترالي جوليان أسانج، وهو مؤسس ورئيس تحرير موقع ويكيليكس، والصحفي الألماني دانيال دومشيت، واللي كانوا زوز أشخاص هذوما كانوا يتراسلوا عبر الانترنت، وبعد بدأت عاونهم في ويكيليكس بعد لقائهم لأول مرة. ولا دانيال دومشيت هو المتحدث باسم ويكيليكس في ألمانيا، وزادت ثقة الزوز رجال هذوم بعد ما كسبوا قضية ضد رجل أعمال فاسد، ومن وقتها زادت جرأتهم في نشر المعلومات والأخبار السرية، وتمكنوا أنهم يتحصلوا على مصدر المعلومات والأخبار السرية يفوق ما يمكن أنه توفروا كل وسائل الإعلام. لكن صارت من بعد خلافات بين زوز رجال هذوم بعد ما تحصلوا على أكبر قدر من وثائق الاستخبارات السرية في تاريخ الولايات المتحدة، وكان مصدر المعلومات هذه جندي أمريكي اسمه برادلي مانانج. وزاد الخلاف بيناتهم وقت اللي أصر أسانج على نشر المعلومات السرية بسرعة، في حين أصر دومشيت على ضرورة مراجعتها قبل نشرها، وهذا واتفق مع الصحف اللي تحب تنشر المعلومات هذه على شطب الأسماء الواردة فيها. وبسبب هالخلافات خسر دومشيت خدمته في ويكيليكس، وانقلب على مؤسسة أسانج وعمل موقع إلكتروني جديد وأصدر كتابه داخل ويكيليكس. ويوفى الفيلم بنشر ويكيليكس المعلومات السرية كما هي دون تغيير. وبعد يظهر الفيلم كيفاش ولا أسانج لاجئ سياسي في سفارة الإكوادور في لندن بعد ما طالبت السويد محاكمته بتهمة التحرش الجنسي. شكرا لك يسرى، كانت هذه سيني سكاندال جوليان أسانج. نعود نذكر اللي سي توجور داكتواليتي الفيلم هذا، على خاطر جوليان أسانج التوى مهدد بالإكستراديشن للولايات المتحدة الأمريكية، العديد من القضايا، نحكيه على عشرات السنين من السجن اللي تستنى جوليان أسانج، برشا حملات يتعملوا في مختلف دول العالم حاليا أمام السفارات في الشوارع، ولا رمز للحرية، وخاصة رمز لحرية الصحافة جوليان أسانج اللي يعتبر من أيقونات النضال فيما يتعلق بحرية الصحافة. نشير فرجوا في الفيلم هذا اللي قدمت لكم اختارتهن اليوم يسرى قعلولي، يرجع على تاريخ ويكيليكس كيفاش تعملت وكيفاش تكونت. نحكي عن الفيلم لو سانكيام بوفوار، السلطة الخامسة. هكا نكون وصلنا لنهاية برنامجنا لليوم، شكرا يسرى قعلول على مستوى الأعداد، قدمت لكم زادة سيني سكاندال، شكرا على يباشا على مستوى الإخراج، محمود زنيدي على مستوى الإخراج الرقمي، يتفرجوا فينا على صفحتنا على فيسبوك إكسبرس أفام، ولا تسمعون على سيتنا www.radioexpressfm.com. ذي أبو سيل مرافقكم من وراء الميكرو، في الأمان، باي باي.